أهلا بكم إلى عالم الربح السريع. هكذا يروج العالم الآن لمفهوم التجارة الإلكترونية، كونها الملاذ الآمن والأقل تكلفة والأكثر ربحية. إن كنت من الراغبين في الدخول إلى هذا المجال، فقد بات متاحا لك الآن فتح سجلك التجاري إلكترونيا عن طريق موقع وزارة التجارة بخطوات سهلة، بدءا من التسجيل وحتى دفع الرسوم وانتهاء بتسلمك للعضوية من الغرفة التجارية. يمكن طبعا الوزارة عندها أكثر من تقريبا 72 خدمة موجودة على موقع الوزارة، بالإمكان الوصول لها بسهولة، وضعناها بطريقة معينة، حرصنا أن ننظر لها من منظور العميل وليس من منظور منفذ الخدمة، وإنما من منظور طالب الخدمة، هو إيش الحاجة نأخذ بيده من حاجته إلين نخلص نمشي في الجيرني أو في الرحلة مع بعض بشكل كامل. هذه واحدة من الخدمات، مثلا هي خدمة تأسيس الشركات، حريصين أنه العميل قبل لا يدخل يكون عند التصور بالضبط إيش الخدمة، كم تكلفتها، كم المدة المتوقعة عشان تتنفذ الخدمة، إيش متطلبات الخدمة هذه، وإيش هي الخدمة. وضعنا وصف بسيط عن الخدمة، وضعنا المستفيد، الفئة المستفيدة، مدة التنفيذ، يوم عمل، وهذه الرسوم، وإذا في قنوات بديلة كذلك للعميل حق، بما أننا قلنا يوم واحد، إذا إحنا ما نفذناها بيوم واحد له الحق أنه يصعد. لإنجاح المنظومة لابد أيضاً من الوصول إلى موثوقية عالية تحفظ حقوق طرفي العملية، أي التاجر والمستهلك. لذلك أطلقت الوزارة ما يعرف بخدمة معروف الإلكترونية، من خلالها يمكنك مطالعة التقييم والتعرف على المنتج ومدى موثوقيته. هناك توقعات في عام 2023 أن يكون عدد المتسوقين إلكترونياً في المملكة أكثر من 17 مليون. هذه التوقعات قبل جائحة كورونا. جائحة كورونا غيرت في سلوكيات المستهلك السعودي نحو التحول الرقمي، كان هناك زيادة، كان هناك تسارع، كان هناك مضاعفة لعمليات التسوق والشراء الإلكتروني. لذلك نحن نتحدث عن نمو متسارع جدا في حجم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. عندما نتحدث عن عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة ونقارن 9 أشهر من عام 2020 وعام 2019، هناك زيادة ونمو بنسبة 170% مقارنة ب 2020 مقارنة ب 2019، هذا النمو لصالح 2020. عندما نتحدث عن آخر 5 سنوات للسجلات التجارية نمت بواقع 800%. لدينا الآن في المملكة أكثر من 16 ألف سجل تجاري تمارس كلها نشاط التجارة الإلكترونية. هذا النمو المتزايد، طبعاً آخر الأرقام والإحصائيات تحدثت عن 80 مليار ريال هو حجم التجارة الإلكترونية في المملكة عام 2019، وهناك بإذن الله في يناير عام 2021 سيكون هناك تحديث لهذه الأرقام والإحصائيات. إليكم بمعلومة بسيطة، في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس من عام 2019 لم تستجب عدد من الدول العظمى لاقتراح التسريع بسن تشريعات موحدة لهذا القطاع، حيث استجابت 76 دولة فقط من أصل 164، من بينها السعودية التي اخططت لنفسها طريقاً استباقياً ووضعت التشريعات اللازمة. صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التجارة الإلكترونية. مجلس التجارة الإلكترونية يرأسه معالي وزير التجارة، في 13 جهة حكومية وثلاث ممثلين من القطاع الخاص، عنده 3 أهداف رئيسية يشتغل عليها. الهدف الأول أنه يقترح السياسات والتشريعات اللي تحفز فعلاً التجارة الإلكترونية، فبدلاً ما كان في السابق أنه الجهات الحكومية كل واحد يشتغل لحاله، لا، الآن صار فيه منسق واحد ومجلس واحد يجمع الجهود هذه كلها. الشغل الثاني هو أنه فعلاً يزيل جميع المعوقات والصعوبات اللي موجودة في القطاع. في السابق كنا نشوف التجارة الإلكترونية كل مشكلة يرى لها بزاوية منفصلة، اليوم لا، إذا فعلا عندي مشكلة في القطاع اللوجستي على سبيل المثال فهي تأثر عندي في التجارة الإلكترونية، ما بس جهة واحدة مسؤولة عنها، وزارة النقل على سبيل المثال أو الهيئة العامة للجمارك، لا، هي مؤثرة عند وزارة النقل والهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة والبريد السعودي.
السعودية أعلنت غير مرة أنها تريد حصتها العادلة من هذا النشاط سريع النمو، ففي العام الماضي بلغت مبيعات التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم 3 تريليونات و530 مليار دولار. ومن المبكر الحديث عن نتائج الأرقام وتضاعفها وقت جائحة كورونا، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نموها سيكون عند سقف 6 تريليونات و540 مليار دولار. لذلك قامت السعودية بعدة خطوات إيجابية، منها تسريع خدمات الإنترنت والتصفح الآمن، بالإضافة إلى تنظيم قطاع البريد وإصدار العنوان الوطني، وأيضاً حسنت من خيارات عملية الدفع الآمن عن طريق الإنترنت كذلك، عدا عن التسهيلات اللوجستية كالتخزين والشحن والتوصيل، وكلها خدمات إلكترونية. هيئة العمل الجمارك شاركت في لجان لوضع ضوابط وحوكمة التجارة الإلكترونية، وطلع منها توصيات. التوصيات هذه تم تحليلها، استلمتها التقنية في الهيئة العمل الجمارك، حللتها وعكستها على الأنظمة الرقمية. ومن أبرز أدوار منصة فسح هو تسهيل التجارة الإلكترونية. منصة فسح ارتبطت بشركات النقل السريع والشحن السريع اللي هي تنقل بضاعة التجارة الإلكترونية. اليوم المشتري يدخل على أي موقع تجاري يشتري بضاعته، يعين شركة نقل سريع لنقل بضاعة للسعودية. شركات النقل السريع اليوم مكنت من خلال الربط مع منصة فسح أنها تفسح مسبقا أو فسح مباشر بعد المرور على مركز الاستهداف وتحليل مخاطر هذه الشحنة. كذلك إجراءات الدفع والرسوم من خلال المنصة. السؤال الأهم، ما العائد الحقيقي على السعودية من وراء تنمية التجارة الإلكترونية؟ لماذا كل هذا الدعم والحماس؟ خاصة أن أسواقها التقليدية نشيطة وبها حركة استهلاكية كبيرة. سأوجز الإجابة وأبسطها بحسب المنطق وتوجهات رؤية 2030. هذا النمط من الأسواق لا يتأثر بإغلاقات الأعياد ولا حتى الإجازات الرسمية أو حتى الجائحة، ويعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع. ثانياً، من خلالها أيضاً ستضمن السعودية تنوع اقتصادها وانفتاحها على الأسواق العالمية، ما يعني نشاطاً للجانب اللوجستي والشحن البحري وكذلك الجوي. ثالثاً، دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع لمصادر دخل الفرد وتحرير الأسواق من الاحتكار. أما رابعاً فهو تنشيط لقطاع البرمجيات المحلية وتطوير التقنية ودعم الصناعات المحلية. وأخيراً، تنوع مصادر الاستثمار الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة وشراء أسهم في الشركات العالمية أو حتى الاستحواذ عليها والاستفادة من ربحيتها العالمية كأوبر وغيرها. مشاهدينا، هذه كانت نظرة على استثمار السعودية في التجارة الإلكترونية وأهميتها. نلتقي في حلقة أخرى. إلى اللقاء.